مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج من قلب الحدث، ورجعنا مع حضراتكم وما زلنا مستمرين مع حضراتكم وهذه اللقاءات النهارده من داخل هذا الصرح التنموي وتشجيع المشروعات الشبابيه. اهلا بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بحضرتك. نعرف بالاسم ايه؟ نصر رشدي. اهلا بيك يا استاذ نصر. اهلا بحضرتك. انا اسمي احمد السيد ابراهيم والشهير باسم احمد السيد الشرقاوي. اهلا بيك. اهلا استاذ احمد، انت المسؤول الاعلامي. أيوة. هنا في هذا المكان وهذا الصرح نقول الاعلام ودوره الكبير جدا في تشجيع وتنميه المشروعات الصغيره للشباب. انا بصراحه بستخدم الاعلام يا استاذ مجدي في الاعلام التنموي في تسويق مشروعات الشباب، وخصوصا انا متخصص في مرحله مهمه وهي التسويق لمشروعات الشباب عبر الانترنت، لان انا لقيت الانترنت اكبر سوق مفتوح واكبر تجاره الكترونيه في العالم، الدول الشاطره اللي بتنمي مهارات شبابها والدعاية لهذه الجمعية وهذه المؤسسات المجتمع المدني عبر الانترنت لإبراز نفسهم عالميا من أجل دعم الاقتصاد القومي. مظبوط يا فندم. استاذة نصرة، نقول للمرأة ودورها، ويمكن الدولة بتشجع المرأة بشكل كبير جدا، السيد الرئيس يعني نقول فيه كده تشجيع ودعم للمرأة. طبعا دي احنا بنشكر سيادة الرئيس طبعا على انه اتاح لنا الفرصة ان احنا